مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. نحييكم من هنا من أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة، حيث نتواصل مع حضراتكم ضمن تواصل مسلسل أشواطي وأيامي هذا المهرجان السنوي الكبير لسباقات الهجن العربية الأصيلة، حيث نصل في هذا اليوم إلى سن ومسافة الكبار، والبداية مع أشواط الثنايا في مهرجان سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني يحفظه الله ويرعاه، حيث يقام هذا المهرجان بالتوجيهات السامية والدعم السخي والأوامر الكريمة من سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يحفظه الله ويرعاه من كل سوء ومكروه. برنامجنا الصباحي لهذا اليوم هو عبارة عن إقامة 16 شوط لسن الثنايا من مسافة 8 كيلومترات، وهذا هو الشوط الأول الرئيسي على الهواء مباشرة. ينطلق مشاهدينا الأعزاء شوط خاص بالإنتاج والمنتجين، جائزة عينية قيمة سيارة نيسان بترول ستيشن إكس إي رصدت للفائزة بالمركز الأول. ناموس الإنتاج لمن؟ ناموس الشوط الرئيسي في مهرجان سمو الأمير الوالد لمن من هؤلاء المشاركين؟ تشارك الواعية صالح بن محمد السندوانة، صدمة لمبارك بن محمد الخليفة، زيارة عبد الله بن جابر بن حنزاب، نجلة فايز بن مشعل آل زيد الشريف بن صوغان، لسهيل بن علي بن حفار المري الشاهينية والغارية، لعبد العزيز بن جاسم بن ربيع الكواري، تشريف لمبارك بن عبد الله القحطاني والشاهينية، لجابر بن محمد بن جرحب، مزنة خليفة بن علي بن حمد العطية، صوغة لمحمد بن ناصر بن حباب، نهابة حمد بن سالم بن جهويل، العنود لمحمد بن ظافر الدوسري، أرصاد طالب بن فرج بن هليل، معزة لفهيد بن جار الله المكسور، وحبوبة لعبد الهادي بن حمد بن نايفة. 18 اسم حاضر اليوم متواجد في شوط النيسان بترول ستيشن في شوط الانتاج والمنتجين، فلمن ناموس هذا الشوط؟ لمن ناموس هذا الشوط الاول الرئيسي، اول اشواطنا من مسافه 8 كيلومترات رسميا في مهرجان سمو الامير الوالد يحفظه الله ويرعاه. حبوبه مع المقدمه، حبوبه الانجازات، حبوبه العادات على مقدمة الشوط، عبد الهادي بن حمد بن نايفة مع المركز الأول، يتابعها زميلنا في مجال التحليل أحد الخبراء مبارك بن حمد بن نايفة، يتابعها اليوم، يتابعها أمام الشاشة أو على الميدان. المركز الثاني، المركز الثاني تصل أرصاد، تتقدم أرصاد لطالب بن فرج بن هليل يقدم أرصاد. المركز الثالث، أوه يا مرحبا بالشاهينية صاحبة سيارة في مهرجان المؤسس والعصف الأبطان اللي تشوفونها على المركز الثالث، من أخطر المرشحات، من أقوى المرشحات. تعود ملكية الشاهينية لعبد العزيز بن جاسم بن ربيع الكواري، ولعته الكواري، ولعت الشوط بتقدم الشاهينية مبكرا في هذا اليوم. في هذا اليوم ننتقل إلى المركز الرابع، بن جهويل قادم مع نهابة تبغي تنهب النيسان بترول ستيشن والزعفران اليوم وناموس شوط الإنتاج، شوط الحيل لمن يا عمالقة، لمن يا خبراء، لمن يا متابعين الأعزاء عبر قناة الريان الفضائية، قناة الدوري والكاس وموقع الأبرقة لسباقات الهجن في هذا البث المباشر. المركز الرابع، ومن تتقدم في هذه اللحظات نهابة لحمد بن سالم بن جهويل. ننتقل إلى المركز الخامس، وصلت نجلة ضيفة عزيزة عانية من المملكة العربية السعودية، نجلة تتقدم، فايز بن مشعل بن حسن آل زيد الشريف، مرحبا بضيوفنا الأعزاء، مرحبا بكل المشاركين على أرضية ميدان الشحانية، حيث يرحب الميدان وهل الميدان واللجنة المنظمة لسباقات الهجن
بكل أبناء الخليج ملاك الهجن، مرحبا بالجميع في دوحة الجميع. نجلة على المركز الخامس تتقدم لفايز بن مشعل بن حسن آل زيد الشريف، عانية للمشاركة من ميدان الطائف، حصل دخول على نجلة وتسلل وانطلاق مزنة لخليفة بن علي بن حمد العطية، خطفت المركز الخامس، خطفت النداء في هذه اللحظات. العودة إلى مقدمة الشوط وإلى التغيير الذي طرى وجرى على المقدمة. بن هليل مع المركز الأول، بن هليل يقدم لنا مع أرصاد وارصدها يا أحمد الحمادي يا عزيزي يا مخرجنا، ارصد أرصاد ارصدها، ولكن هابة نهبت المقدمة، نهبت الصدارة، تبغي تنهب النيسان بترول ستيشن اليوم والناموس مع حمد بن سالم بن جهويل، أحد أخطر المضمرين بو سالم، أحد المضمرين المتمكنين في هذا المجال، في هذا العالم، في مجال التضمير، في مجال التسيير، خبير بو سالم. حمد بن سالم بن جهويل يقدم لنا نهابة اللي انهبت المركز الأول، انهبت الصدارة، انهبت المقدمة. هذه نهابة على المركز الأول، نهابة بن جهويل، بينما المركز الثاني أرصاد طالب بن فرج بن هليل. الله يوفقك يا ابو يا ابو يا ابو فرج، ويوفق كل المشاركين اليوم، ويوفق كل المشاركين. المركز الثالث يا ابو سعد، شوف للمركز الثالث، خطيره هذه، خطيره للغايه، حاصله على سياره في مهرجان، في المهرجان الماضي مهرجان المؤسس، بدون اي اوامر عصاها في البطان انتزعت السياره والناموس في ذلك اليوم. اليوم نشوف البكره هذه حاضره في اقوى اشواط الصباح، اشواط الانتاج، اقوى اشواط الانتاج، وهي كفو لهذا الشوط، وهي مؤهله لخوض غمار هذا الشوط نظرا لانجازاتها، نظرا لمستواها الفنان، لمستواها الفنان. يلا 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 يا مضمرها، يلا يا مضمرها، شد الحيل اليوم، شد الحيل. نتمنى لك ان شاء الله التوفيق ولكل المشاركين. المركز الرابع تتقدم فيه عموما، المركز الرابع حبوبة، مرحبا بحبوبة، مرحبا بحبوبة، صاحبة شلفة في العام الماضي في الانتاج، ووصيفة الشلفة وانجازاتها لا تعد ولا تحصى، عائدة من اصابة. بينما الدخول، الله، وصلت بنت الهرش، وصلت بنت الفايز، تصل صوغة لناصر بن محمد بن حباب، اخر مشاركاتها، صاحبة الشوط الاول الرئيسي في السباق المحلي السادس، آخر مشاركاتها، صاحبة هذا الشوط الأول الرئيسي للإنتاج، واليوم تطمح لانتزاع النيسان بترول الستيشن مع ناصر بن محمد بن حباب الهاجري، راعي الأسماء العديدة التي صارت وجالت في كل الميادين. عموما راعي الأسماء التي صارت وجالت في القرن الماضي يعود بو محمد، نتمنى له إن شاء الله الصحة والعافية والتوفيق ومزيدا من العطاءات. عموما هذه تنحدر من سلالة صوغة، أيضا أمها في رصيدها سيارات، وتنحدر من الأب من سلالة الفايز المملوك لإنتاج أم الزبار اللي برز إنتاجه في هذا الموسم، برز في سن الكبار في أشواط الرموز، احتكرت وانتزعت وما خلا سيارة ولا جائزة لو انتزعتها عيال وبنات الفايز. نتمنى لها مزيدا من التوفيق. عموما هذه على المركز الرابع، صوغة بن حباب المركز الخامس تتقدم فيه صدمة لمبارك بن محمد بن ناصر آل خليفة، أو هنا اللي تتقدم مزنة لخليفة بن علي بن حمد العطية. هذه نتيجتنا مشاهدينا الأعزاء أيها الحفل الكريم للمراكز المتقدمة الأولى. نتمنى إن شاء الله التوفيق للجميع، نتمنى التوفيق والناموس، النيسان بترول ستيشن الجائزة العينية، أول أشواط المنتجين لسن الثنايا. ما زالت المقدمة مع نهب حمد بن سالم بن جهويل، بينما الملاحقة من أرصاد طالب بن فرج بن هلي الخطير، أرصاد اليوم خطيرة للغاية، يتابعها أبو فرج ومحمد بن طالب بن فرج أيضا في المتابعة، في المتابعة، في المتابعة. النيسان بترول ستيشن الزعفران الوشاح لمن؟ أرصاد خطيرة، ونهاب أيضا خطيرة. عموما المركز الثالث عند بن ربيعة تتقدم الشاهينية لعبد العزيز بن جاسم بن ربيعة الكواري، و
نتمنى إن شاء الله التوفيق للجميع. المركز الصوغة تتقدم، شوط مكتظ بالأسماء العملاقة. يلا يا جابر يا ابن هديب، يلا يا جابر يا ابن هديب، ركز على انطلاقة الشاهينية، شد حيلك يا جابر يا ابن هديب، أحد المضمرين البارزين ابن هديب الهاشمي يتابع في هذه اللحظات الشاهينية. في المركز الرابع حصل دخول على الشاهينية من قبل صوغة. المركز الخامس أول نداء للشاهينية لجابر بن محمد بن حمد بن جرحب، المتابعة مع جابر بن علي بن جرحب على ما يبدو في التضمير، في التضمير والتسيير، العودة إلى الأربع المراكز المنفردة عن بقية هذا الشوط، عن بقية المشاركين فيه. بدأت السرعة، بدأت الإثارة، بدأت معالم الشوط تبين يا متابعينا الأعزاء، بدأت تبين معالم الشوط، تبين في هذا الشوط الصعب، في هذا الشوط الصعب للمشاركين. نهابة على المركز الأول، أرصاد تحاول على المركز الثاني، صوغة تتقدم، بنت الفايز، شقيقة الارتياد، شقيقة الجزيرة، شقيقة الجزر، تتقدم لتنتزع المركز الثاني مع بن حباب، مع بن حباب. أرصاد على المركز الثالث، وقلت إنها خطيرة أرصاد، طالب بن فرج بن هليل، شاهينية بن ربيعة قادمة، بن جرحب أيضا يصل بدوره مع الشاهينية لجابر بن محمد بن حمد، بن جرحب المتابعة مع جابر بن علي بن جرحب لها في هذا الشوط. العودة إلى صوغة، استلمت زمام الأمور، بانت المنصة يا بن حباب، بانت المنصة يا بن هليل يا بن ربيعة، المنصة بانت واتضحت، وبدأ الشوط في السرعة، بدأ الشوط في السرعة. انطلقت الشاهينية صاحبة النيسان بترول ستيشن والعصاف الأبطان في السباق المحفي المهرجان الماضي، بينما صوغة راعية الشوط الأول الرئيسي الناموس لمن أيضا أرصاد رصيدها مليء بالإنجازات، وتصل في هذه اللحظات شاهينية بن جرحب. الشوط الأول شوط المنتجين ولع هذا الشوط، أيضا وصلت في هذه اللحظات العنود لمحمد بن ظافر بن حمد بن راشد الدوسري مع المركز الخامس، ولكن صوغت بن حباب الشاهينية بن ربيعة وشاهينية بن جرحب، وتصل هنا العنود، عنود الدوسري مع المركز الرابع، ولكن صوغت بن حباب، طارت صوغة، انطلقت صوغة، العنود خطيرة، العنود وصوغة، الدوسري وبن حباب، معركة الشوط الأول للإنتاج والمنتجين. الحزام الأخضر 600 متر يا صوغة يا صوغة يا صوغة، ولكن العنود، ولكن العنود خطفت النيسان بترول الستيشن على ما يبدو. عادت العنود مرة أخرى، عادت صوغة، الله يا سلام، صوغة والعنود، صوغة والعنود، الشوط الأول الرئيسي، بنت الفايز، بنت الفايز عادت مرة أخرى لحقوقها المنهوبة، بنت الفايز مع بن حباب، مع بن حباب، صوغت بن حباب، ولكن العنود، ولكن العنود، محمد بن ظافر بن راشد الدوسري وناصر بن محمد بن حباب، اللحظات الحاسمة، النيسان بترول الستيشن، الله يا سلام يا سلام، العنود، العنود، تنتزع النيسان بترول الستيشن، واسعد الله صباحك يا راعي العنود، اسعد الله صباحك على هذا الفوز المستحق، محمد بن ظافر بن حمد بن راشد الدوسري، وسلام يا العنود، سلام تهانينا والناموس لمحمد بن ظافر بن حمد بن راشد الدوسري على انتزاع النيسان بترول الستيشن وانتزاع اقوى اشواط الانتاج في صباح هذا اليوم. المركز الثاني صوغة اللي ما قصرت، لمحمد بن ناصر بن محمد بن حباب الهاجري. المركز الثالث، المركز الثالث الشاهينية لعبد العزيز بن جاسم بن ربيع الكواري. المركز الرابع، المركز الرابع الشاهينية لجابر بن محمد بن لجابر بن محمد بن حمد بن جرحب. المركز الخامس وصلت نجلة لفايز بن مشعل بن حسن آزيد الشريف، تهانينا وناموس لمالك العنود من انتزعت ناموس هذا الشوط الأول الرئيسي للإنتاج، وتهانينا لمالك العنود محمد بن ظافر بن حمد بن راشد الدوسري، وسلام يا العنود، سلام، وسعد الله صباحك يا أبو ظافر على فوز العنود وانتزاعها للمركز الأول في صباح هذا اليوم. تهانينا والناموس، هذا هو ملخص الشوط مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم لشوطنا الأول الرئيسي.
إذن العنود تصل إلى خط النهاية قاطعة مسافة الشوط في 12 دقيقة 32 ثانية 87 جزء من الثانية. التهاني والناموس لمالك العنود على انتزاع الشوط الأول والجائزة العينية القيمة نيسان بترول ستيشن. تهانينا لمحمد بن ظافر بن حمد بن راشد الدوسري، بينما المركز الثاني وسط صوغة ما قصرت، قدمت عرض وأداء تشكر عليه، قطعت المسافة في 12 دقيقة 33 ثانية 91 جزء من الثانية. تهانينا لمالك صوغة محمد بن ناصر بن محمد الحباب الهاجري، والتهاني لناصر بن محمد بن حباب وأنجاله الكرام. المركز الثالث وصلت الشاهينية، قطعت المسافة في 12 36 ثانية 54 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لعبد العزيز بن جاسم بن ربيع الكوار.